تواصل جامعة العلوم التطبيقية تقديم الدعم لطلبتها عبر العديد من الخدمات والتسهيلات المادية والمعنوية، ومن أهمها صندوق دعم الطالب اللي يهدف إلى زيادة فرص الطلبة المتفوقين والمتعثرين اللي يواجهون صعوبات مالية في تحقيق أهدافهم التعليمية. تأسس صندوق دعم الطالب سنة 2015 بتوجيهات ودعم من مجلس إدارة الجامعة برئاسة الوجه سمير عبدالله ناس ورئيس مجلس الأمناء الأستاذ دكتور وهيب الخاجة. والصندوق يعطي دعم مادي للطلبة المتعثرين والمتفوقين في نفس الوقت. طبعا الطلبة هن في صميم يعني وجوهر وقلب العملية التعليمية في جامعة العلوم التطبيقية، دعم ماديا معنويا نفسيا تربويا من ضمن رسالة واستراتيجية الجامعة. منذ تأسيس الصندوق وصل الدعم المقدم من إدارة الجامعة إلى ما يقارب أكثر من 420 ألف دينار، ويتم تخصيص ما يقارب 70 ألف دينار سنويا. وخلال جائحة كورونا في السنة الماضية تم تخصيص ما يقارب 150 ألف دينار. بلغ عدد الطلبة المدعومين من الصندوق منذ تأسيسه 1082 طالب لحد اليوم، والصندوق طبعا فاتح أبوابه لدعم عدد أكبر من الطلبة بإذن الله. يوجد للجامعة العديد من المنح والدعم اللي تقدم لطلبتها، وعلى سبيل المثال يوجد دعم المقدم لطلبة الثانوية العامة المتفوقين ويصل لحد 30% لأول فصل دراسي لهم، ويوجد لدينا أيضا دعم للإخوان ويصل نسبته ما يقارب 10%، كما يوجد لدينا خصم خاص بلائحة الشرف، فإذا الطالب التحق بالجامعة بإمكانه خلال دراسته أن يحصل خصم على الفصل الذي يلي الفصل المتفوق فيه. فعلى سبيل المثال إذا أنت تفوقت الفصل الأول تحصل على خصم قد يصل لحد 20% في الفصل الدراسي الثاني. يوجد لدينا أيضا خصم خاص أو دعم خاص للطلبة الرياضيين الذين يمثلون الجامعة في الفرق الرياضية لدى الاتحاد البحريني الرياضي للمدارس والجامعات. بالنسبة للفئات المستفيدة من صندوق دعم الطالب هم فئتين من الطلبة المستجدين. اللجنة تطلع على معدل الثانوية العامة يكون لازم يكون 75% فأكثر، وبالنسبة للطلبة المنتظمين لازم يكون معدل التراكم في الجامعة 70% فأكثر. والجهتين الفئتين يجب أن يكونوا يدرسوا على حسابهم الخاص وغير مكفولين من أي جهة ثانية. وخلال جائحة كورونا طبعاً إحنا ما وقفنا تقديم هاي الخدمة للطلاب، وصارت إصارة التقديم يكون عن طريق موقع الخدمات الطلابية الإلكتروني. عن طريق هذا الموقع الطالب يرفع الوثائق المطلوبة ويقدم طلبه، واللجنة تطلع عليه وتقرر النسبة اللي يستفيد منها الطالب. تولي جامعة العلوم التطبيقية اهتمام كبير بدعم الطلبة، حيث تنظر إلى المنح اللي تقدمها من خلال صندوق دعم الطالب على إنها استثمار في مستقبل الشباب من خلال تمكينهم من استكمال دراستهم الجامعية ومساعدتهم على تحسين تحصيلهم الدراسي.